الزراعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني الاعزاء، اهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في فيديو جديد على قناتكم قناه عالم الزراعه. اليوم ان شاء الله باذن الله هنتكلم عن زراعه المانجو وازاي هنقل الشكله بتاعتي من السيز صغير للسيز كبير، وان شاء الله يكون لنا فيديوهات قادمه ان شاء الله عن عمليه عقد الازهار، ازاي احفظ الازهار او ازاي احافظ على الازهار بتاعي انه يعد ويكون لي ثمار، وازاي اخد انتاج من شجره مانجا في السيز صغير في المنزل في البلكونه او في فوق السطح. في فيديوهات كتيره ان شاء الله على القناه موجوده زراعه بذور المانجا، وفي فيديوهات اللي عمليه التطعيم وازاي اتابع عمليه التطعيم. مش المهم ان انا اطعم او المهم ان الطعم ينجى عندي، لا، في مشاكل كتيره بتحصل بعد عمليه التطعيم، وفي امراض كتيره بتنتج من معامله النبات، المعامله الخطا في عمليه التطعيم. هنشوف كل ده ان شاء الله باذن الله في فيديوهات مفصله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نشوف مع حضراتكم الطريقه الصحيحه لنقل الاشكال من السيس لسيس اخر، ايه العوامل اللي بتؤدي لنجاح عمليه النقل، وايه الاخطاء اللي بتؤدي لعمليه فشل النقل. اول شيء انا هجيب السيس كبير، ولازم ضروري جدا جدا يكون فيه فتحات زي ما حضراتكم شايفين، وضروري جدا جدا قبل ما اشيل البيض بتاعي من السيس القديم واحطه في السيس جديد، لازم طبعا احط تربه تحت، احط نسبه تربه زراعيه تحت، وانا بفضل بالعاده احط بعض السماد العضوي مع التربه اللي تحت، بخلط سماد عضوي تحت نسبه سماد عضوي وليكن 5% من نسبه التربه اللي انا هحطها تحت في السيس، وبعد كده ابدا اقيس السيس بتاعي او ابدا اقيس النبات بتاعي، اشوف المستوى الصحيح بتاعه واعبي تراب او تربه بدون سماد عضوي، وبعد كده انقل الشكل. هنشوف مع حضراتكم. انا هنا حطيت تربه وحطيت السماد، السماد البلدي او السماد العضوي، مخلفات الدواجن او الحيوانات، هغطيها طبعا بنسبه تراب تربه عاديه. بعد كده ضفت فوق السماد البلدي، ضفت التراب او البوتنجوسيل او سماد المشتل، انا بالعاده بستخدم سماد مشتل ما بستخدمش البوتموس، ضفت فوقيها نسبه سماد المشتل، مش عايز انه الجذور اول ما انقلها تتصدم بحراره السماد العضوي. احط النبات، ولما النبات يوصل جذوره للسماد العضوي هيكون السماد العضوي الميه بدات تخليه يكون احن شويه ويكون اهدى، ما يكونش حار السماد العضوي على الجذور. هبدا اقيس النبات بتاعي. هنا الليفل تقريبا كويس، معقول ان انا احط النبات بتاعي كده واكمل عليه التربه. هبدا اضغط النبات من الاسفل ويبدأ يطلع معايا بكل سهولة. هبدأ أكمل التربة على النبات بتاعي. ضروري جدا جدا أسفل الزرع يكون فيه تربة وجوانب الزرع يكون فيه تربة، ما ينفعش إن أنا أخلي النبات بتاعي في أي جهة من الجهات. هنا انا بضغط خارج البذور، ما بضغطش جهة البذور. ضروري جدا جدا اروي ري غمر بعد ما خلصت عملية نقل الشكل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هرمي النبات بتاعي ري غمر.
هنتابع ان شاء الله باذن الله مع حضراتكم عمليه عقد الازهار، ازاي ان شاء الله باذن الله نحفز الزهر وازاي نحافظ على الزهر بتاعنا انه يعقد، وعمليه الانتاج ان شاء الله باذن الله. اتمنى من الله ان يكون قدمت لحضراتكم معلومه مفيده، اتمنى ان الجميع يكون استفاد، ولا تنسوا زكاه العلم تبليغه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.